السياسية هو معمل الوحيد في تونس معمل تربية سياسية. التربية السنية هي العملية تاعت منصوف تتعدى السياسية بالماء وماكينات. سي عمخش نوع الخدمة اللي كنا نشوفوا فيها توا هي, يعني هي, هي هي مرحلة مفصلية في صنعاء تكون تشينا كابوس هي. يعني صوف يخدموها نساء بخمسة باري تتعدى من الصوف تولي شاشية تخدم قداش من مرحلة يعني هذوما الكل تتعدوا بهم التدخين الشاشية باش تخرج الشاشية سبعة مراحل سبعة مراحل تتعدى على سبعة هذه المرحلة الثالثة وهذه المعمل الوحيد في العالم مش الماكينات هذوما موجودين كان في تونس علاش مثلا ما جبتوش ماكينات عصرية باش تحاولوا تكثروا في الإنتاج وتوسعوا في البرودكسيون الماكينات هذوما يعني. أعمارهم فما اللي أعمارهم 150 سنة ويخدموا مازلنا محافظين عليهم مازالوا يخدموا. سي محرز والصوف منين جيبوه توا نتاع الشاشية؟ الصوف توا قبل كانت تجينا من فرنسا، هي الصوف من استراليا، هي الامبيني. هي من اجود انواع نتاع الصوف. تتخدم تصير عملية الغزل نتاعها في فرنسا. سي امبريسيونون والله، سي فريمون امبريسيونون. دونك ليتاب اللي بعد هذايا سي محرز. هذايا هذا قبل هذا صوف هذا صوف تخدم خمسة بخمسة أباري يخدموه من سيما تحية لنساء نساء عندها يد في كل شيء وسيرتو في الشاشية عندها تتعدى برشا مراحل تمشي لنساء سادة في ديارهم في المدينة العربية تعمل العقدة وتخيطهم كل زوز مع بعضهم عليك خاطر عملية فولاج ما تصير كان هكاك يجي زوز مع بعضهم تتحط في الماكينة برشا إتقان وبرشا حكمة وبرشا بعد هذه هي عملية فولاذ كانت صوف هكا وليت شاشي هاو متوا هذو ما زوش شويش داكو اي هذي من بعد تتحل يعني. تتحل كل واحدة وحدها ونبعثوها من العالية هاي. يجيو عنا عباد من العالية اللي هما يخدموا قرداشة نسميهم يهزوها من العالية ينحيوها تشيح يحلوها تشيح فهمت وبعد يخدموها بالفرود نسميهم نحن ونوع نتاع كركيتة اللي هي كيما القرداش يخرجوا لها يخرجوا لها الشعره نتاعها يخرجوا لها الشعره نتاعها وبعد يعاودوا يرجعوها المولاه الحرفي اللي هو عنده العلامه نتاعها تحوس فيها ترجع لتونس يتعملوا لها الكوبيتش مونتان هذاك فهمت يتعملوا لها كوبيتش وتتصبغ اما حمراء تونسيه ولا حمراء بنغازي ولا اللون اكحل نتاع طرابلس وبعد تمشي للقالب في دوار هيش قالب فخار يحطوها على القوالب وتدخل في فور وتدخل في وتاخذ وقتها نوامر نحن نقول اما تبدا 56 ولا 55 سايز القياس يعني القياس وبعد تعاود ترجع للسوق شوشية غادي تصير عمليه الفينيسيون الاخرانيه على مرحلتين خدمه من الاول وبعد تتحط على قالب واحد اخر وتصير فينيسيون الاخرانيه اللي هي الحديد واحد. خدمه فيها برشا حب وبرشا باسيون وبرشا مراحل وبرشا وسع بال وانت ورثتها اب عن جد الصنعه هذه؟ انا واللي موجودين توا بنسبه نتاع اكثر من 90% بيتنا خدموا فيها وحتى الخدامه اللي عندنا اخواتنا لهنا كلنا ورثناها اب عن جد. وفما دي جينيراسيون قاعدين باش نحافظوا عليها وبقدره ربي باش نموتوا فيها. ربي يطول في عمرك نحاربوا عليها باش تبقى موجوده مرام هذه حاجه نفتخروا بها حاجه عندها تاريخ عندها وزنها معناها في البطنجيه كل فتحت برشا ديار حلت برشا عائلات شكون ما عندوش شاشية في داره صحيح انت تلبس الشاشية انت تلبس الشاشية بس محرز معناها كاين الشاشية نتاعو اليوم باش يلبسها كادو معنا وين شبيني ما نلبسش الشاشية تلبس انت متى زي بزيارتي وبتبارتي ما نقولش هذا شرف ليا انه انا في المعمل الوحيد اللي هو في تونس اللي يعمل في الشاشية وشاشيتي توا باش تتحط فوق راسي ايا ان شاء الله في فرحتك ولا ربي يفضلك ان شاء الله في فرحتك ان شاء الله اخويا ما احلى لونها وفلوس مزينة على الاخر جاتني مروه مغارد راه والله ما احلاها والله ما احلاها ما خليوهاش هكا هكا في الاحمر نبينوا لكم اللي احنا نحبوكم زين يا عيشك كرتوشه هيله هذه ميرسي سي محرز يعطيك الصحه مدام نورة باش نعملوا توا نواصل نتاع البطان باهي توا باش نحطوا دجاج المزرعة وباش نفوحوهم باش نحطوا شوية تابل
بالطبيعه نحركوا شويه باش الافخاذ تشربك شويه هكا التابل هذاك، نزيد عليه شويه فلفل اكحل شويه كركم، وتوا نزيدوا تشاشه ملح هذه توا فوحناها شويه، باش نحطوا مغرفتين طماطم ونزيدوهم مغرفه هريسه عبيده. باهي ريتي هالخليط هذا باش نزيدوا تشاشه ماء كما ترى خلطنا ريتي هكا مع بعضها الكل، نزيدوها للدجاج نتاعنا الفاح يتخلط مع الواحد ويشرب الدجاج. توا باش نصبوا زيت نجمه ديو بلس، نحطوا مغرفه هنايا جيس باش، ومن بعد باش نصبوا في الطنجره نتاعنا حكيت نص كاس. باهي توا باش نرميو البصله نتاعنا تتقلى شويه ونخلي جيست تشتش الزيت شويه بالبصله. توا تقليت باش نصبوا اللحم نتاعنا مفوح. توا باش نحطوا قليت هذيك نتاعنا، توا نمرقها بحكيت اطر ونص ماء مسخون، يعني مسخون اي باش يساعد في ساعه نزيد شوي ملح على خاطر بكري ما عملتش بزيد ملح. نرمي وريقتين رن وتو نزيدوها شوي سفناريه، تعرفي علاش؟ على خاطر الدجاج تعرفي روحه خفيفه اي ما يطلبش برشا وقت، بريسك هو سفناريه يجيو قد قد يجيو قد قد اي، ونمشيو نحضروا النواصر نتاعنا. تو انت باش تفور المقفول؟ تو باش نفور، باش نحطوا الكسكاس نتاعنا خليه. وتوا بعد ما غربلناها وصفيناها نزيدوها زيت نجمه ديو بلس باش يجينا كل كعبه وقتها ان شاء الله. كي تسقيها تبدا ما تبداش معجنه وما تبداش. قداش من تفويره تعمل لها؟ نعملها تفويرتي هي ديجا هكا تشوفها انت، ديجا البات جويده مخدومه بالكدا رقيقه، جوست تعمل التفويره الاولى ومن بعد التفويره الثانيه. توا هذه باش نحطوها تفور التفويره الاولى كما ترى، ومن بعد نعاودوا لها تفويره ثانيه. قبل التفويره الثانيه توا باش نحطوا البطاطا، نزيدوا البطاطا. باهي باش تعاود ترشحها وتسقي. باش نعاود انا نرشحها ونبدا نسقي بشويه دريجين هكا. هي كيكة دريجين ونسقي. توا نحاولوا نسقيوها تسخينوا شويه بشويه. عندك لوشة؟ اي شويه بشويه. ديجا هكا تشوف المرقه نتاعنا بدات تخضر شويه وبدات تعطي فيه. لازمها الكل نحاولوا ان هزيت الوجه نتاع الطنجره نقولوا احنا وجهها وقت التقليه نتاعها. خلطوها توا كيما ترى هاكا المرق. توا نخليوها نغطيوها شويه، نزيد شويه جوست على راحه البطاطا ونزيدوها الجرين فلفل باش يفوحها وناكلوها بالشفاء. وناكلوها بالشفاء ان شاء الله. الكندرية المحشية يعني نبداو شيف؟ باهي نبدا. أول حاجة نعملوها نصبوا شوية زيت نجمة. توا باش نشعلوا النار ونصبوا شوية بصل يتقلى شوية، وتوا نحطوا اللحم مفروم باش يتقلى مع البصلة، وتوا نحطوا عليه شوية فلفل أكحل نتبلوه، ونحطوا شوية ملح بكله كيما ترى قاعد اللحم لونه يتبدل. وتوا باش نزيدوه السبناخ يتذبل معاه باش ما يقعدلناش هكايا كاسح في الواحد. توا نزيدو رشة المعدنوس. توا نجمو نكونو حضرت اللحمة نتاعنا كيما ترى تبدل لونها جملة وحتى ريحتها هكا طلعت فاحت. باهي توا اللحم طاب، القنرية غسلتها ورجلتها وصمتها. صمتناها وبعد ما عملنا لها عصيرة قارص وركحناها صمتناها وعملناها نص تياب تبدا ناقصه شويه. توا باش نحضروا الصلصه نتاعها. توا نصبوا زيت نجمه ديو بلس، نعمل مغرفه ونص، وتوا باش نزيدوا مغرفه هريسه عبيده باش تبنن لنا. نحطوا شويه كركم وشويه فلفل اكحل، هذايا شويه تابلو كرويه، تشيشه ملح. وتوا باش نزيدوا نصبوا الماء حكايه نص لتر ماء باش نحلوا عليها الغاز، وباش نرمي اوريقه ترنت نخليوها تطيب شويه. مدام نوره الصوص تاع بتحضر باش اش مازال لنا؟ توا باش نحضروا الحشوم تاعنا. توا باش نحطوا جبن غريير ريليس، نخلطوه توا كما ترى هكا. وتوا باش نستعملوا عظم جون اورانج تاع المزرعه حسب الحشوم تاعنا. هلي عظمه صبات كفي. وتوا باش نبداو نحشيو القناريه تاعنا، ناخذوا بالكعيبه كما ترى تعبيها بالحشوم. هذا طبق الفور اللي حد هذا طبق الفور كل مرة نعبي كعبة ونحطها. أنا نعمل فيها الشابليوغ شوية شابليوغ شابليوغ
مش هذيك المرقه اللي انت خليتها وعملتها في الصوص انا نربحها في القناريه. تشد بها الشابلير. فوالا توا يا مدام جميله توا باش نسقيو المحشي نتاعنا. بسم الله. ونحاول نهزو معاه وريقات الرند على خاطر يفوحوا حتى كي من بعد. تو هذه باش نسقيها الكل ندخلوها الفوخ على 180 هكا ولا ما يقابل 20 25 دقيقة حتى تجبن. يعطيك الصحة. هذه بعد الفور باش نلقاوها فوق الطاولة إن شاء الله. ضيفنا استسمح مرام باش يزور عائلته قبل ما يرجع معانا للعشاء، أما قبل ما يغادر خليها في أيدي أمينة. مرام قابلت عم سالم أصيل البطان اللي باش يحكي لنا على تاريخ أهم معلم في المنطقة، القنطرة العجيبة. هذه القنطرة العجيبة اللي هي من أكبر الأعمال المائية اللي تبنيت في تونس. صحيح، هي قنطرة عجيبة من أعظم القناطر المبنية في تونس وأضخم القناطر وأكبرها ومبنية. هي تقريباً عندها 4 قرون من عام 1616 في عهد من عام 1616 في عهد يوسف داي. وفي البناية نتاعها جو هولنديين اللي استعانوا بهم باش يكملوا يواصلوا معناها بناء القنطرة. توا سي سالم بالحق يعني السد اللي يخرج الماء يعني من خلاله قاعد يسقي في الأراضي الكل؟ هو عادة يسقي الأراضي الكل، لكن فما فلاحة اللي ياخذوا منه وحدهم، عاملين موتورات يجبدوا الماء من الواد، ياخذوا من سد العروسية. يجي الماء على قنوات، عن طريق قنوات تتوزع على السواني ويجيهم الماء غاديكا. وصالح للشراب الماء هذا؟ فما ناس تشرب منه يعني؟ لا لا، ماهوش صالح للشراب، احنا ما نستعملوهوش. عادة احنا نستعملوا تقريبا في كل دار فما بير نتاع ماء. فما فصول معينة وين هو باش يتولي عنده كمية ضخمة باش تعطي الماء، يعني السد يولي يخرج أكثر ماء؟ الأشهر المعينة هي اللي تكون في فصل الشتاء عادة. يعني يتعبى ويفيض السد هذايا؟ ما يفيضش، اللهم كي تكون فما أمطار برشا بكثرة. ما تصيرش فيضانات يعني؟ لا، صارت فما أعوام صارت فيها فيضانات كبيرة برشا، معناها تطلع حتى من فوق القنطرة. وشنو هي الإشكالية؟ إسكو كانت الإشكالية هذيا موجودة قبل كي كانوا الأبواب كلها مفتوحة؟ على خاطر أنا توا حسب ما عرفتش أنا، سي با أون إنفورماسيون سور، اللي البيبان كانوا أكثر. توا هم مسكرين، فما اللي بالرمل مسكرين. بحكمك الفيضانات اللي مرت على واد نجدة تعبى بالرمل وتسدوا برشا بيبان، وتوا كان البيبان الوسطانيين هما اللي يجروا. كيفاش كان قبل وكيفاش توا؟ والله قبل كان روعة، معناها مدار فيه خلابة، الناس الكل تجي تتفرهد في العشية، تجي الناس حتى اصلا يعوموا فيه الواد، والله خاصة في الجهة من هنا من قدام اللي يسموه واد الرجال هذا. اي واد الرجال. اي من تالي يسموه واد النساء. واد النساء. كل نتاعو السد ابوبخي قداش؟ مش ابوبخي، هو واضح يعني. اي واضح، 114 متر الطول نتاعو، فهمتني؟ والشلالات. والشلالات عندنا زوج شلالات والارتفاع نتاعهم 4 متر. رينا سيدي الشلالات، الابواب، القنطرة الضخمة، ومعمل الشاشية اللي الموقع بحد ذاته هو موقع استراتيجي. علاش هو موقع استراتيجي؟ على خاطر كان يمشي على المجرى نتاع واد مجرده. يعني يستنفع من الواد نتاع مجرده. ماكينات كانت تخدم بالماء. ماكينات القديمة يعني بالتوربين. داكوغ. بالتوربين كانت تخدم. الراف الفخامة زادة نتاع الحجر، الحجر اللي بنين به القنطرة. بالنسبة للحجارة المبنية بها القنطرة نتاع البطان، جاية من المسرح الأثري الروماني الموجود في تبربة. تخي بيان سيدي، ما عرفتش نسألك حتى سؤال. جاوبت على الأسئلة نتاعي الكل. يعطيك الصحة. مدام نوره، نعرف القناريه موجوده برشا عندكم انتوما. احنا القناريه نصنفوا بها برشا، واليوم باش نعمل لك سلطه قناريه. اول حاجه باش نصبوا الماء في الطنجره، نشعلوا الغاز. اول حاجه نعملوها هو نحط السفناريه نتاعنا، نخليوها تغلى شويه باش نملحوا سلطتنا. باهي نشوفوا هكا السفناريه نص طياب، نزيدوا البطاطا، وتوا نزيدوا القناريه مع البطاطا والسفنيه. توا باش نستعملوا عظيمتين جون اورانج المزرعه باش نزينوا بهم سلطتنا. نخليهم يغليوا شويه ومن بعد باش نقصوهم ونزينوا بهم السلطه. توا باش نحضروا في حته السلطه نتاعنا، باش نستعملوا تشيشه قارص، تشيشه فلفل اكحل، نعملوا تشيشه ملح،
أنا نحبها بزيت الزيتونة. أكيد من غير زيت زيتونة ما تمشيش، عرفتي صغار. وباش تزيد بنانها نزيدو ياغورت أويكوس ناتور. نحاولو أن نخدموها توا باش نفوحو سلطتنا، باش نحطو شوية الكبار، شوية الكبار. وتوا بعد كما تشوف بعد ما خلطناها باش نزيدو الفينيغريت، باش نحاولو أن. مدام نورة كملت الفينيغريت نتاعك وزينتها بالآخر، تمزل العظم باش تزين بها. هذه باش تحطها لنا توا على الطاولة مع المنيو اللي عندنا. مرحبا وإن شاء الله بالشفاء. المحكوكة هو اسم كبير برشا وكل بلاد كيفاش يعملوا. انت كيفاش قدمها لي اليوم؟ اول حاجه نعملوها مدام جميله باش نصبوا 500 غرام سميد ادياري، وتوا باش نستعملوا مارغرين جولدينا، وتوا باش نحاولوا ندمجوا المارغرين مع السميد بالكدا بالكدا، تو باش نزيدوا زيت نجمه اكيد 5 مغارف فكيكه، باش نخلطها بيدي باش العجينه الكل تشرب اكي الزيت. وتوا نعملوا تشيشه ملح، نزيدوا نكتات عطرشيه باش نفوحوها. توا صبوا شويه بشويه ماء باش نجموا نقراو حساب عجينتنا. نحس العجينه بدات تتماسك، نخرجها لبرا ونعجنها على الطاوله. خدمنا العجينه نتاع المحكوكه وحطيناها في فور الطيب. توا باش تخدم لنا الشحور نتاعها. نبداو بالماء، والربيع هذاك نحط له 200 غرام سكر ونحركوها نذوبوها. ندوروا بالكدا بالكدا. بعد ماذا بلنا السكر صايي باش نشعلوا النار ونخليوه يغلي. وتوا باش نفوحوها نستعملوا سكر فاني فانواز بالزهر. باهي طاب السكر بتاع الشحور نتاعنا مادام حاطين السكر فاني صايي. توا نحطوا غادي اللي بعده. نتعداو للي بعده. العجينه نتاعنا طابت باش تعدى على الغربيه اللي هي حقها هذيا. انت باش تخديها غادي. اي باش نخدمها على هذيا. باهي توا باش نهزو بالمرسو بالمرسو ونحكوها على الغربه كيما ترى. هذه كيف نكملوها بكلها؟ عندك الفيكي نشوف هنا، عندك الدقله، عندك الزبيب، عندك الفيكي نتاعنا هذيك باش من بعد نخلطوها. هذوك الكل ترميهم بعد ما تسقيها. اي حضر الشحور توا باش نسقيو المحكوكه نتاعنا، باش نحاولوا ان نسقيوها بشوي بشوي ونخلطوا ونشوفوا شنو هو يعطي. توا باش نحطوا لها شويه دقله باش نزيدوهم زاد الزبيب، باش نزيدوا اللوز معرج خاطر وهكا كيما ترى فيها ما شاء الله عليها. جيست توا باش نعبيوها في صحافات صغار ونقدموها بالشفاء ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. شنو البنة وشنو هذا؟ ما تقوليش واش نواصل توا. فيش تاكل توا انت؟ نواصل. يعيش بنيتي تهزي عاد حاسقة وتعرف الحاجة. لا صحيح فوالا خاطر لي ديما نغلط انا. صحة حاجة باهية. نواصل بالدجاج وهذايا شنو هي هذايا؟ كومباتا كنارية محشية. طلعت بالمرجية قال كول كول كومباتا نقول لك صحة خويا صحة برا. ربي يفلت جمول. وانت زيدا يا شيف يعطيك الصحة. نعيشك معنا حتى انت. كيفاش كانت دورتكم وجوكم؟ والله ياسر تحفونا ومحلاها جيتكم وزيارتكم لينا، ويا ريت تتكرر. ان شاء الله. انا باش تتكرر انتوكا. ان شاء الله مرحبا بكم في اي وقت، وان شاء الله لي بلا يعجبوكم. هنا هنا اختصنا والسيد قال يكون كون بعثنا نحكيو. والمي جميلة. دونك هذا سي لا سبيساليتي نتاع الباتان هكا. تشوف زادا ايضا فما القناريه زادا. هذه قناريه. هذيك القناريه. قناريه محشيه. محشيه. داكوغ اوكي. عرفت وليدي شنو هي ولا؟ انا ما خديتش قناريه. معناتها هو كل شيء. اعطيوها القناريه. اعطيوها القناريه. بسم الله على خويا. انا صحني عجبني وانا كل شيء عجبني، واليوم شخت 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 تعرف على مالا وين موجودين. اش حنا واش دنا. وشكون شفت كحيوان اليوم نقرب حيوانات اللي نحب من بعض الكلاب. ان كونتاكت ديريكت اون ديريك عندي لونجاج معاهم سبيسيال. طلعت كالوبي ولا لا؟ نو جي با كالوبي باسكو ليسباس هنايا علاش خاطر انا على باس كي جينا في بيدي سان كلوب ديكيتاسيون. مي سوني با لو كا هوني هذه مؤسسه الوطنيه
هي لتحسين وتجويد الخيول. دونك الناس ما تجيش باش تترينا ولا باش تطلع الخيول هوني، بالعكس لهين بيهم كل شيء تصنع هوني. دايوغ قبل ما نختم الحلقة نتاعنا حبيت نقول احنا مستنسين كيما تراو، مستنسين تتفرجوا الناس الكل، مستنسين ديما قعدتنا وطاولتنا ديما في بقعة مميزة وبقعة مزيانة، ولكن اليوم البقعة هذه بالنسبة لي اللي تخي سبيسيال. احنا توا في متحف اللي تراو فيه معلق في الحيوت الكل، كل حاجة كل قطعة فيها قصتها فيها روحها فيها اجتهاد فيها حكايتها الكلهم هذوما. مدام خديجة البيطارية الريسبونسابل نتاع المؤسسة هذيا وسي محمد علي حرصوا انهم باش يلموهم ويخليهم على خاطر خدمة اللي فيهم سادات دوبي دي سنتين دانير، والحاجات الكل اللي راه فيهم تاع فلاحة تاع بيطاريين تاع نجارة تاع حديدة، يعني حاجات اوتنتيك ما يطيشوش. عملوا بهم متحف ولكن هذا المتحف ليس معرف به، هذيك الحاجه اللي قعدت انا هاني انا اليوم نعرف به. نطلب من العبيد الكل انهم يجيوا للبطان، انهم يشوفوا بعينيهم ويحسوا بقلوبهم الروح اللي موجوده هنايا. وانت يعطيك الصحه، تو بيان فيزي، عرفت وين جبتني اليوم. انتم زاد نورتونا برشا، مرحبا بكم، وان شاء الله ما تكون البطان. انت عشت برشا هوني، وقتاش خرجت من البطان؟ والله انا ولد البطان، معناها تكونت في البطان، من بعد مشيت للستاد 2011 وبديت معناها من الستاد مشيت للاسبيرونس 2015، رجعت 2007 للستاد وبعديك مشيت للمستير. وفي المستير معناها واحد الحمد لله معناها لقى حظه، جبنا كاليفيكاسيون، جبنا تيتر غالي بالنسبه للمستيريه الكل. برافو. والحمد لله معناها واحد بدا يرجع معناها ليكيب ناسيونال، وان شاء الله معناها في مرحله اخرى واحد يكور ويولي تيتيلير. يعيشكم والصحه ليكم، خلي يعيش كيف كيف، يعطيك الصحه على الاكلات اللي حضرتهم. يعيش. نقول لكم انا جو دون رونديفو سامدي بروشان على ميم اور 20 دبارة وزياره انا وامي جميله. صحه الخير. صحه ليكم. كول بابا كهو ديك حبك صحيح قص وتصوير. ليه ما قصينيش؟ كول مش قص التصوير حتى ما تكمل صحتك. صحه ليكم. بمساهمة مع جات أسيرانس اليوم مأمن وغدوة مضمن، واليس كار. فانواز حلوة منك. ديليس دانون. One promise, you will come back. Carthage Tour. عبيدة من القلب للقلب. Papillon. Deep fried chicken. أحسن دجاجة، دجاجة المزرعة. متفاهمين؟ Chicken. Newport. Goldina Golden Coffee ملسوقة الشمس نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حر.